لازم نتكلم كمان حتى لو احنا مش موجودين جوه النادي، فاللي نساند. هيمسك النادي نشتغل معاه، صح، لان دي هي مهمة قوي، دي المشكله دي عندنا في مهمة نادي قوي. الزمالك، ان انت ممكن احنا نقعد في جلسه احنا مثلا 10 ونتفق على حاجه، واول ما واحد ياخد الحاجه دي تلاقي 9 بعده. ليه؟ عشان انا ما خدتهاش. لا ما دي ينفعش، مشكلة. لا ما ينفعش طبعا. نادي الزمالك نادي كبير، لو انت داخل تعمل جلسه يبقى لازم ما يبقاش في خلاف، لازم يبقى كل يشتغل لصالح النادي. ماشي. لو انت عملت كده اقول لك اه، لو انت قلت انا مثلا مع المجموعه دي، طيب احنا النهارده خدنا مجموعه هتشتغل رئيس نادي، نائب امين صندوق، الكلام ده، طب لو الناس دي ما نجحتش لازم برضه نشتغل مع الناس اللي هتنجح. مهم جدا. انت مع ان رئيس النادي يكون لاعب كرة قدم؟ انا ما يفرقش معايا لاعب كره قدم او مش لاعب كره قدم، انا يفرق معايا ان حد يبقى عنده برنامج، يبقى عارف هو يشتغل ازاي، ما يتفاجئش، لان انت النهارده اي حد هيرشح نفسه عارف ان النادي في ازمه كبيره جدا. تمام. انت جاي ببرنامج هتحل ولا مش هتعرف تحل؟ ومش اي حد يعرف يحل، لازم حد يبقى علاقاته كويسه جدا، ماشي. محبوب جدا، الناس تعرف تتلم حواليه، سواء رجال الاعمال سواء رعاه سواء اي حاجه من. ليه بقى؟ لان رجال الاعمال لو حبتك هتيجي تدفع، صح، لو الرعاية لقت ان انت شخصية محترمة وشخصية ومتزنة تشتغل ومتزنة الرعاية هتيجي هيجوا لك. طبعا. فانت النهاردة دي في حد ذاتها هتجيب لك فلوس، مش مجرد ان انا لعبت في نادي الزمالك وخلاص، مش مجرد ان انا رمز، رمز يعني على دماغنا من فوق وليك احترامك وليك كل حاجة، لكن هل الرمز ده هيعرف يشتغل اداريا ويعرف يلم الناس حواليه ويعرف يجيب فلوس ولا مش هيعرفه؟ لان المشكلة الاولانية هي مشكلة المادة. طبعا هي دي المشكله المشكلة اللي عندنا التانية، الزمالك دلوقتي. وهي الاستقرار والتعامل ازاي بشياكة، وانك تقرب الناس كلها منك من غير ما يبقى في عداوة. يعني انا ما بحبش مثلا يجي مجلس ادارة يقول لك ايه، انا همشي دول عشان دول محسوبين على المجلس القديم، انا ما بحبهاش، ما فيش حاجة اسمها كده، اللي هو تهد وتبني من جديد. ما احبش حاجة كده. انا احب اجي تمام اشتغل، حتى الناس اللي موجودة اشوفها، حتى ده في الكورة، حتى اشوفها واشوف بعيني، ما اسمعش اي كلام، ماشي. تمام، واللي انا اشوفه اشتغل عليه. لقيت الراجل ده، ما الراجل ده ممكن يكون اصلا مش صاحبي بس كويس، لا يفضل في مكانه. ما فيش حاجه اسمها انا كل واحد هياخد صاحبه، صاحبه دي مشكله دي مشكلة طبعا طبعا. أكيد. صاحبك لما يكون كفء، صاحبك تجيبه لما يكون اللي موجود في المكان غير كفء او ما بيشتغلش صالح النادي، فما تجيش هوب بتمشي الكيان القديم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لازم الناس اللي كانوا في المجلس القديم يساعدوا الناس اللي هتترشح، بمعنى لازم يتقال معلومات ومعلومات سليمه، مشاكل النادي بالتفاصيل، في ضبابيه شويه ماديا، بخصوص المعلومات وبخصوص بعض الاوراق وبخصوص بعض خد بالك. الجوانب الماديه، هقول لك ويعني في نقطه حاجات مهمه جدا، مش واضحه. هقول لك نقطه مهمه جدا وانا خايف منها، وانا ايه بقولها لك من دلوقتي وافتكر، ايه هي؟ انا خايف ان المجلس القديم يبقى فيه تعتيم على حاجات كتيره جدا عشان الانتخابات تبوظ والناس تقول لك احنا عايزين المجلس القديم تاني.